عموما خلينا نروح للنجم الكبير كابتن طارق سليمان، مدرب حراس مرمى النادي الاهلي السابق، ومدرب نادي مدرب حراس مرمى نادي المقاولون العرب اللي تأهلوا امبارح بالفعل باداء جيد لدور ال 16 في كاس مصر على حساب فريق الحمام. يا كابتن مصر اهلا بيك، ويعني طبعا الف مبروك صعود نادي المقاولين العرب لدور ال 16 في كاس مصر. ازيك يا كابتن اسلام؟ وحشني والله. ربنا يخليك يا كابتن طارق، انت اخبارك ايه؟ كتير والله الحمد لله، وحشني والله يا كابتن اسلام، ربنا ربنا يخليك يا كابتن مصري. عاملين شغل كويس جدا مع نادي المقاولين العرب، كابتن شوقي غريب مدير فني ومجموعه العمل اللي موجوده معاه يا كابتن طارق. والله يا كابتن اسلام زي ما حضرتك بتقول كده، الحمد لله رب العالمين. بقالنا يعني داخلين في 10 شهور دلوقتي مع المقاولين العرب. حضرتك عارف ان كابتن شوقي استلم المهمه في نهايه الموسم اللي فات، كان الوضع صعب جدا حقيقي، وربنا اكرمنا. و اخر ماتش على ما اتذكر السنه اللي اخر فاتت، ست مباريات، لا يعني اخر ماتش المقاولين قعد على اخر مباراه فعلا، صح؟ على اخر مباراه احنا كسبنا المصري 2-1، ودي صح المباراه اللي الحمد لله اللي احنا قعدنا بعد المكسب يعني، صح، وفنشنا عاشر الحمد لله يعني. انما الوضع كان صعب قوي قوي قوي، احنا كنا الفرقه قبل الاخير، فكسبنا ايوه في الفتره احنا من الست ماتشات دول احنا كسبنا اربعه وتعادلنا مباراه، وخسرنا مباراه واحده بس كنا اجينا قبلها بيومين، كانت مباراه بيراميدز. ايوه بعديها الحمد لله جمعنا 13 بونت من الخمس ماتشات، كسبنا اربعه وتعادلنا مباراه، والحمد لله يعني المول العرب قعد في الدوري. والسنه دي يعني الحمد لله بدانا بشكل كويس قوي قوي. كابتن شوقي طبعا انت عارف حتى اللعيبه اللي موجوده، احنا مش جاي ما عندناش مثلا لعيب ب 5 مليون و 4 مليون و 6 مليون، كلها لعيبه صغيرين. كلها لعيبه صغيرين، والحمد لله كابتن شوقي حتى ملاعب لعيبه 2006، يعني في لعيب عندنا لعب 2006 موجود بيلعب لعب معانا، وفي لعيب في لعيبه 2001 يعني عمر فايد لو حضرتك عارف 2003 عمر 2003. فالحمد لله يعني عامل تشكيله كويسه كابتن شوقي والحبيب احمد طبعا، حسن برضو اعتقد والحبيب 2000 لعب امبارح وجاب وجاب جون حلو قوي. قوي قوي، هيبقى لاعب اعتقد كويس. برضو 2004 2001، او 2001، صح؟ لا 2001. الحبيب 2001، 2001 الحبيب برضو من اللعيبه الجيدين جدا، بتدي فرص هيبقى للناشئين لاعب يعني. كويس، بيدي فرص. ما بي... كابتن شوقي ما بيقلقش يا كابتن اسلام، يعني ما شاء الله حتى بيدي الثقه للعيبه، اللعيبه الصغار اللي بتلعب دي ما بيبقاش قلقان خالص، بيديهم ثقه، وده واضح جدا من خلال طبعا مباريات الموسم، مباريات كتير في الموسم ادى اللعيبه كتير صغيره في السن، مع طبعا تدعيم بالعناصر اللي موجوده الخبرات اللي في الفرقه. فان شاء الله يعني بننافس على المركز من المركز الرابع لحد المركز السادس، بنحاول ان شاء الله نوصل المركز الرابع السنه دي. الامور ماشيه بشكل كويس الحمد لله، مع طبعا الجهاز كله، كابتن شوقي طبعا راس الجهاز، كابتن معتمد جمال، كابتن طلعت محرم، كابتن جد، وكابتن كمال عبد الواحد، وانا موجود، وطبعا الاداره المحترمه بقى يعني محسن صلاح رئيس النادي، والمهندس محمد عادل مش فاهم مع الكوره، نادي محترم جدا يا كابتن اسلام حضرتك طبعا. عارف، لا نادي المقاولين واحد من الانديه الكبيره والمحترمه جدا، بالظبط. ويعني نتمنى لكم يا رب كل التوفيق خلال الفتره اللي يا جايه. رب يا كابتن، يا 7 مباريات في تونس او ضد الترجي، مظبوط؟ مظبوط مظبوط مظبوط. 4 كسبت 4 منهم، 2 في رادس، 2 في رادس الحمد لله، 2 في القاهره. لا مكسب تقصد المكسب فقط، يعني اتنين في رادس القاهره، واتنين في مكسب القاهره، 2 في رادس مظبوط، تعادلت 3 هناك. 1 في القاهره واتنين في تونس في رادس. وخمس حضرتك خدت 5 بطولات افريقيه مع النادي الاهلي، مظبوط يا كابتن. 2012 طبعا البطوله الشهيره 2012 مع كابتن حسام كابتن البدري، حسام و2013 مع كابتن محمد يوسف، وكونفدراليه كان مع مستر جريدو، وسوبر مع كابتن حسام، وسوبر مع كابتن يوسف. ايوه 5 بطولات افريقيا، فانت عارف كويس يعني ايه الترجي، وعارف طبعا يعني ايه الترجي في رادس تحديدا كمان. طبعا طبعا في شك ان المباراه صعبه، ما في شك، انما يعني المباراه بتستاهل لما النادي الاهلي بيبقى يعني ما شاء الله يعني اللعيبه بتبقى مركزه وعارفين خلاص ان بص يا كابتن اسلام، في ضربه جزاء اللي ضاعت في مباراه الهلال، انا بعدها كنا قاعدين بنتفرج احنا كلنا كجهاز فني في المقاولين، قلنا الاهلي ياخد البطوله ان شاء الله، يعني سبحان الله كده ضربه جزاء دي احساس ان الاهلي لو هو قطر الطاهر اوكي مع سان داونز. طبعا المباراه ما فيش يعني ما فيش حاجه سهله في الكوره، طبعا مباراه سهله، مباراه ترجي مباراه صعبه جدا جدا، وفريق كويس، ولازم الاهلي يستعد بشكل كويس جدا جدا ويلعب حسابه، بس دايما الاهلي بيلعب يعني بيلعب وعينه على البطوله، بس طبعا بياخدها مرحله مرحله. ايوه فمباراه الترجي دي هتبقى مباراه مش هتبقى سهله حتى لو ما فيش جمهور. يعني احنا عارفين ان مش هيبقى فيه جمهور. والنبي يا كابتن طارق، لان انا شايف نغمه كده
ماشيه حتى في الاعلام يقول لك ان الترجي فريق سهل وعنده مشاكل وعنده كذا، هل ينفع ان انت تقول على فريق كبير زي الترجي ان هو فريق لا سهل؟ لا يا كابتن ما ينفعش خالص، فريق كبير جدا جدا واسم كبير، وخد بالك بقى هو محنك كمان في البطوله الافريقيه دي، يعني مظبوط بيعرف كمان يلعب في الماتشات الكبيره دي. صحيح، هو عارف حجم النادي الاهلي كويس، وهو بيلعب المباراه ومعاه خد بالك معاه مدرب كمان برضه، مدرب عنده خبرات كبيره جدا خبير في ولعب البطولات ضد النادي الافريقيه. الاهلي صحيح كتير، وكان موجود على فكره في 2012. ايوه احنا لما خدنا البطوله تعادلنا هنا 1-1 في مصر في برج ايوه العرب، ايوه وكسبنا هناك 2-1، هو كان موجود كابتن نبيل معلول. ايوه فهو مدرب كبير وتاريخه كبير جدا في الكوره، واكيد يعني برضه عارف حجم النادي الاهلي وقدرات النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي. طبعا طبعا. فمن هنا طبعا بتيجي صعوبه المباراه. تبش انما ان شاء الله باذن الله يعني بقى النادي الاهلي بقى يعني معنويات النادي الاهلي ولاعيبته بقى في استقرار في النادي في الفريق يا كابتن اسلام. خلاص بقى حتى اللعيبه اللي ما كانتش مستواها رجعت مستواها تاني، انا بتكلم عن الناحيه الهجوميه. ايوه دلوقتي بقى عندك عناصر بتعرف تسجل اهداف، بقى عندك في تناغم في الجزء اللي قدام، يلعب كهربا، يلعب محمد شريف، يلعب يعني الحمد لله بقى في شكل النادي الاهلي. كان ده ما كانش، كنا نفتقده شويه في بدايه الموسم. ايوه لما كان الراجل حتى بيطلع يتكلم على الفراوده ومش عارف ايه، انا اللغه دي ما كانتش عجباني خالص، لان بص كل ما تدي ثقه للعيبه وكل حتى لو انت ممكن تبقى زعلان شويه من اللعيبه، ما لسه اللعيبه ما وصلتش الفورمه اللي انت عايزها، بس ده ما كانش يبقى في المؤتمر، كان دايما يبقى جوه يعني. انما بقى في استقرار في الفريق بشكل كبير جدا جدا، التشكيل الاساسي بقى معروف، التغييرات محدوده جدا. وعلى فكره الراجل برضو احنا فاجئنا بمباراه السوبر ان في لعيبه كتير ما بداتش، كانت المفروض انها تبدا اساسيه. صحيح عاد فده برضو ده جزء الراجل بيحب يعني يبقى في يعمل ستيشن ويعمل تدوير في اللعيبه، ودلوقتي هو وصل ان اي حد بيلعب بيأدي يعني السيستم موجود يعني. فاتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا والاهلي يعمل مباراه كبيره هناك في الترجي، ان شاء الله تبقى نقطه بقى ان شاء الله توصل للخطوه اللي بعد كده ان شاء الله يعني. برأيك في اداء محمد الشناوي؟ بص دايما انا لما باجي اتكلم على الشناوي ناس كتير قوي قوي بتقول انا بدافع على الشناوي عشان الشناوي يعني انا بحب الشناوي، او ان انا يعني كنت احد اسباب ان الشناوي موجود في النادي الاهلي. حتى هو الشناوي بيغلط بيبقى عنده اخطاء، الشناوي افضل جول في مصر، افضل نعم حارس مرمى في مصر، وافضل حارس مرمى في افريقيا بلا منافس يعني، المنافسين بتوعه بعيد. وحتى هو بيعمل اوقات في بعض الاوقات كان بيبقى فيه اهتزاز شويه في المستوى، بس يا جماعه هو الشناوي يعني ما هو مش هيفضل طول عمره كويس، لازم يبقى عنده اخطاء ولازم يرجع. الشناوي ما شاء الله الفتره الاخيره دي هو من افضل لعيبه في النادي الاهلي صحيح. ما شاء الله يعني اداؤه ومباراة هايل. السوبر يعني دوره واضح طبعا يعني، بما انها اخر مباراة ودوره واضح على طول، ولكن بما انها اخر بص مباراة يا يعني. كابتن، حتى مباراه الترجي الرجاء اللي كانت هنا له تدخلين مهمين جدا في الشوط الاول، فاول طلعها بشكل كويس قوي، والكره الانفراد اللي طلعها ايوه النتيجه 6-0. صح. وفي اخر المباراه اخر الشوط الاول احنا جبنا جول، وفي اخر المباراه في الشوط الثاني احنا جبنا جول. فدايما صح. الشناوي دايما الشناوي بيصنع الفارق في الفارق في توقيت مهم جدا. مباراه السوبر الاخيره دي طبعا احنا فاكرين طبعا الصدى اللي الشناوي كارت طلعها الكورنر، صدى ما شاء الله حاجه 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 اروع يعني، كره صعبه جدا جدا طلعها بشكل كويس قوي، عين مركز وتمركزه كويس قوي وعينه على الكوره، رغم ان الكوره ايه يعني خدت نظره شويه وهي معديه لان ما كانتش عاليه، كانت واطيه شويه كانت كوره كورنر وكانت واطيه شويه ما كانتش عاليه، في اكتر من لعيب جري على القائم الاولاني، عدت اثنين لعيبه من بيراميدز وعدت اثنين لعيبه من النادي الاهلي. صحيح. عشان كده هو ايه يعني كان رحل شويه مع الكوره ناحيه الشمال يعني، كان شويه الزاويه اليمين مفتوحه شويه، اوكي. ورغم كده اتعامل معاه بشكل كويس قوي. الكره الثانيه طبعا الانفراد برضو بتاع دودي الجباس، ايوه اول ما الكره اتحطت بينيه هو عمل الضغط كويس قوي، قفل الزاويه عليه، ولما حطها طبعا زي ما شفت كده جت في بطنه او جت في صدره. فالشناوي هو واحد من افضل اللعيبه في مباراه الاهلي وبيراميدز الاخيره، هو احد الاسباب طبعا كل اللعيبه، بس الشناوي دايما بيصنع الفارق مع النادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن طارق سليمان، مدرب حراس مرمى النادي الاهلي السابق ومدرب حراس مرمى نادي المقاولون الحالي.